ننتقل إلى هذه الصور التي وردتنا قبل قليل للاجتماع الأمني في الحكومة المصغرة من أجل المشاورات الأمنية لدى السلطات الإسرائيلية بعد التصعيد الذي أتى من جنوب لبنان اليوم عبر إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية. تقريبا 34 صاروخا أطلقوا إلى جانب قذائف هاون. هذه الصواريخ تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من التصدي ل25 منها، فيما سقطت 5 صواريخ داخل الأراضي الفلسطينية، وهناك حديث عن أضرار مادية وبعض الإصابات. طبعا من بعد إطلاق الصواريخ بساعات ردت السلطات الإسرائيلية عبر ضرب المنصة التي أطلقت منها هذه الصواريخ، ولكن من بعدها هذا المساء أتى تصعيد جديد عبر إطلاق قذائف هاون إلى داخل الأراضي الفلسطينية سقطت بمناطق غير مأهولة. طبعا هناك ترقب للرد الإسرائيلي ولما سينتج عن هذه المشاورات الأمنية، وهذا أول اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة منذ تقريبا شهرين إثر الخلافات السياسية الداخلية التي تجري الآن في إسرائيل، لا سيما في ظل خلافات واضحة ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. نبقى في متابعة لهذه التطورات أول بأول.